صحة القراءة صحة سلمة ولم تتواتر. نعم القراءة التي صحة سلمة ولكن من تتواتر؟ والله الإنسان ما يقرأ في الصلاة إلا ما تواتر. فالإنسان ما يقرأ مثلا بقراءة مسعود تصل ثلاثة أيام متواترات لأن من أخبار الأحاد القراءة مروي بالتواتر والقطع. ولا يقرأ قراءات أيضا بعض الصحابة فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه قراءة وإن كانت ثابتة عن صاحبها كما تقرأ لأن أخبار الحديث من القراءة المتواترة قراءة متواترة ألا يطوف بهما. كذلك وهو أب لهم لأن هذه القراءة غير متواترة يقرأ الإنسان بالمتواتر ما يقرأ بما نقل عن طريق أخبار الأحاد. ولذلك لا أعلم أحد من العلماء جوز القراءة بغير المتواتر حكى غير واحد من العلماء الإجماع على منع ذلك إنما يقرأ الإنسان بالمتواتر. أما من المتواتر أما من نقل بأخبار الأحاد في خلاف أصلا كيف تقرأ بالقرآن بما لم يتفق عليه المسلمون إنما تقرأ بما اتفق عليه المسلمون.